السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم عالم البيتكوين والربح من الانترنت. مرحبا بكم من جديد في قناتكم عالم البيتكوين والربح من الانترنت في موضوع جميل جدا، وهو موقع يتيح لك الربح العديد من العملات الإلكترونية مجانا. موقع برازيلي يا أخي، استغل قدر ما استطعت الربح منه. يتيح لك عملة الإثيريوم، البيتكوين، البيتكوين كاش، والبيتكوين وغيرها من العملات الإلكترونية. ما عليك فقط التركيز معي أخي. والله يا أخي هذا الموقع رائع جدا يا أخي. استغل فرصة في جمع هذه العملات، لأن الآن العملات في منهارة جدا. يمكنك الجمع قدر ما استطعت. قبل التطرق لشرح هذا الموقع، هذه هي قناتنا، هذا هو عالمنا، عالم البيتكوين والربح من الانترنت. هذه هي المواضيع التي ناقشناها من قبل، كيفية الاستثمار وكيفية التعدين وكيفية استغلال الفرصة على عدة العملات وكيفية التداول. يا أخي الأخوة الذين يبحثون جعل راتب شهري، يومي أو شهري أو على مدى 15 يوم وغيرها، أنصح دائما بأربعة مواقع. والله يا أخي هذه هي أربعة مواقع تغنيك على العمل يا أخي. هذه هي أربعة مواقع يا أخي. الموقع رقم واحد التي شرحته هو موقع رائع جدا يتيح لك العمل عليه عن طريق الايداع بالبيتكوين او عن طريق الايداع بالدولار عن طريق البنوك الالكترونيه. ما عليك فقط الضغط على هذا الموضوع، سوف ترى طريقه الايداع وطريقه الاستثمار. رابط الموقع سوف تجده اسفل الفيديو يا اخي. والموقع رقم الثاني وهو الموقع هاشفلير غاني عن التعريف، فموقع رائع جدا ايضا نفس الطريقه. ما عليك فقط الضغط على الموضوع وسوف تجد كيفية الإيداع وكيفية الاستثمار. أما الموقع رقم ثلاثة وهو موقع كريبتون مونيك غني عن التعريف، أيضا أثبتنا عليه العديد من السحوبات. قريبا إن شاء الله سوف أثبت لكم سحب جديد عليه يا أخي، موقع رائع. والموقع رقم أربعة وهو فيزيكس، الحمد لله توصلت بأرباحي من هذا الموقع الرائع جدا. أيضا ما عليك فقط الضغط على الموضوع سوف ترى طريقة الاستثمار وطريقة الإيداع على هذا الموقع أخي. فإذا كنت زائر جديد، ما عليك فقط الاشتراك وتفعيل الجرس. فإذا أردت التواصل معي، ما عليك فقط ترك تعليق أسفل هذا الفيديو أو قم بالمشاركة في صفحتنا الفيسبوك عالم البيتكوين والربح من الإنترنت، وتواصل معي عن طريق الرسائل. نذهب مباشرة نشرح هذا الموقع فوسيت كريبتو، هذا الموقع برازيلي أخي. نعم موقع رائع جدا يتيح لك الربح على العديد من العملات، كما قلنا منها عملة البيتكوين ومنها العديد من العملات المعروفة والغير معروفة، مثل عملات الداش كوين والدوج والإثريوم واللايت كوين والبيتكوين والبيتكوين كاش والريد كوين يا أخي. نعم هذا الموقع الرائع يتيح لك الربح العديد من العملات، أنت والعمل عليه يا أخي، أنت وقدرتك العمل عليه يا أخي. استغل الفرصة، الآن العملات الإلكترونية هي منهارة، لكن سوف إن شاء الله مستقبلا سوف ترتفع. لاحظ أخي، قلنا هذا هو الموقع، هذه الوجهة خاصة بالموقع، هو موقع برازيلي على كل حال. طريقة العمل فيه طريقة بسيطة مثلها مثل جميع المواقع يا أخي، مثلها مثل جميع المواقع. لاحظ الأعضاء المسجلين بالموقع حتى الآن وهو 43 ألف عضو و598 عضو. نعم يا أخي هذا هم الأعضاء المتواجدين بالموقع. لقد تم السحب من الموقع ما يقارب الآن 309 دولارات. نعم يا أخي 309 دولارات تم سحبها حتى الآن من الموقع يا أخي. استغل الفرصة، طريقة التسجيل طريقة بسيطة على كل حال. رابط التسجيل في الموقع سوف تجده أسفل هذا الفيديو. أنصح الإخوة استغلال الفرصة قبل فوات الأوان. دائما هذه المواقع عندما يصبح عليها ضغط قوي جدا سوف تقوم تغلق. نعم سوف تغلق يا أخي، أنصح باستغلال الفرصة. طريقة التسجيل، ما عليك فقط الضغط على كلمة ريجستر. لاحظ أخي طريقة بسيطة مثلها مثل جميع المواقع التي شرحناها من قبل. هنا تضع الاسم الخاص بك حتى الدخول إلى الموقع، هنا تضع الإيميل، ثم هنا تضع الباسورد، ثم هنا كونفيرمي باسورد يعني إعادة تكرار كلمة السر، ثم تضغط على هذا المربع، ثم تضغط هنا يا أخي. ثم عندما تقوم بالضغط سوف يصبح لك حساب خاص بك. سوف نقوم بالدخول إلى الموقع حتى أشرح لك كيفية الربح من هذا الموقع. لاحظ أخي هذه هي الواجهة الخاصة بالموقع. نعم هذه هي الواجهة الخاصة بالموقع عندما تقوم بالدخول به، عندما تقوم بعمل التسجيل.
لاحظ يوفر لك العديد من العملات الإلكترونية، يمكنك الربح قدر ما استطعت من العملات الإلكترونية. دائما أنصحك بأخي استغلال الفرصة قبل فوات الأوان، دائما أنصحك. لاحظ، نبدأ بعملة بايتكوين، ما عليك فقط الضغط على هذه الكلمة أخي. لاحظ، ثم لاحظ أخي، يجب عليك، لاحظ هنا، يجب عليك الضغط على هذه العلامات الموجودة في الأعلى. لاحظ هنا، ناقص ضرب ناقص، أين هي ناقص ضرب؟ أين هي ناقص ضرب ناقص؟ يعني هي صفر زائد صفر. نعم، هذه هي، نعم، تضغط هنا. الثانية هي ناقص ناقص ناقص، يعني أنها صفر صفر صفر. والأخيرة هذه هي، نعم، ثم تقوم بالضغط هذه على كلمة هذه، ثم تقوم بالضغط على ننتظر ننتظر حتى النهاية، ثم نضغط كونتيني. نعم، نضغط كونتيني، ننتظر، ثم نضغط لاحظ، لقد تحصلت على 0.458. نعم، جود، يعني عمل جيد، ثم تضغط أوكي. لاحظ، لقد تحصلت عليها. نعم، الحمد لله، بفضل من الله. عليك بنزع الإعلانات، لكن موقع رائع رائع جدا. لاحظ، قد تحصلت عليها، الحمد لله. الآن نذهب إلى الربح من العملات الثانية، ما عليك فقط إعادة الدخول إلى لوحة القيادة من جديد واختيار العملة الموالية. ننزل إلى الأسفل حتى نقوم باختيار العملة الموالية، حتى ينتهي وقت هذه الوقت، حتى تنتهي هذا الوقت يا أخي، يمكنك الرجوع الآن، لا يمكنك الربح من العملة الآن حتى ينتهي وقتها المحدد لها. نذهب إلى هذه العملة، لاحظ، نفس الطريقة، لاحظ. نقوم بالضغط على الرموز المتواجدة في الأعلى بالترتيب، دائما يجب عليك الضغط عليها بالترتيب. لاحظ، هذا رقم واحد، نعم، هذا رقم اثنان، هذا رقم ثلاثة، ثم ننزل نضغط. ننتظر، نعم، ثم نضغط كلمة كونتيني. ننتظر 5 ثواني، ننزع ذلك الإعلان، نعم، ثم نضغط هنا. لاحظ، جود جوب، عمل جيد، الحمد لله، لقد تحصلت عليها. لاحظ، نعم، لقد تحصلت عليه. نذهب أيضا إلى لوحة القيادة من جديد، ونذهب إلى العملة التي، لاحظ، ننتظر انتهاء ذلك الوقت، يعني عندما ينتهي ذلك الوقت يمكنك إعادة الكرة يا أخي. نفس الشيء للعملة الثانية، نذهب إلى العملة الثالثة، نفس الطريقة يا أخي، نفس الطريقة. والله يا أخي، موقع رائع برازيلي يتيح لك الربح قدر ما استطعت على عدة عملات إلكترونية. لاحظ، منها البيتكوين، منها غيرها. لاحظ، البيتكوين كاش، نفس الطريقة، البيتكوين كاش يتيح لك الربح من بين 34 إلى 51، أنت وحظك. لاحظ هنا، يجب عليك ضغط رقم 7، ثم رقم 9، ثم رقم 8 بالترتيب، يعني رقم 7 أين هو رقم 7؟ يعني 6 زائد 1 هو 7. رقم 9 أين هو 9؟ يعني 3 زائد 6 هي 9. رقم 8 وهو 2 ضرب 4. نعم، هذه هي العملية الحسابية الخاصة. موقع رائع يا أخي، الموقع يتيح لك الربح قدر ما استطعت. والله يا أخي، استغل الفرصة يا أخي في جمع العملات المجانية، استغل الفرصة قبل فوات الأوان. نضغط على كونتيني كالعادة، ننزع دائما الإعلانات المتواجدة في المتصفح. ثم نضغط هنا. لاحظ، لقد تحصلت على 43 ساتوشي لعملة بيتكوين كاش. والله موقع رائع جدا يتيح لك الربح قدر ما استطعت. نعد الكرة، نرجع إلى لوحة القيادة، نذهب إلى
العملة الموالية، أي عملة تريد، أي عملة تريد ذهب. أنصح بجمع جميع العملات المتواجدة كما هي الآن. لاحظ بيتكوين كاش، لقد تحصلت على 4 3 و 4 ساتوشي. يمكنك أيضا تحصل على عملة البيتكوين ما بين 4 إلى 7 ساتوشي، موقع رائع. نفس الشيء داش كوين ما بين 103 إلى 155 ساتوشي. نفس الشيء لعملة الإثريوم ما بين 58 إلى 88. نفس الشيء عملة اللايت كوين، لاحظ قيمة جميلة جدا يمكنك ربحها من هذه العملة الرائعة. هنا هي عملة الدوج، نعم دوج، لاحظ دوج نفس الشيء. من هذه على العملات التي قمت بربحها يا أخ طارق، وضع روابط المحافظ الخاصة بك، ما عليك فقط الذهاب إلى واليت والضغط على كلمة واليت، نعم، لوضع روابط العملات الإلكترونية المتواجدة هنا يا أخي. لاحظ جميع العملات الإلكترونية التي تقوم بالربح عليها يمكنك وضع الروابط الخاصة بها هنا. تضغط على كلمة شانج، نعم لاحظ أخي، ثم تضع رابط المحفظة الخاصة بالعملة هنا يا أخي، ثم تضغط نعم شانج. طريقة السحب طريقة بسيطة، تضغط هنا يا أخي، لاحظ طريقة السحب طريقة بسيطة جدا، تضغط هنا ثم تسحب العملة، تسحب على ما تريد يا أخي، نعم تسحب على العملة التي قمت بربحها. يعني موقع رائع جدا يا أخي، رائع جدا، يمكنك العمل عليه قدر ما استطعت. لاحظ هنا يا أخي اكسشانج، يعني يمكنك تغيير العملة، يعني من تغيير العملة. فإذا كنت تربح على عملة دوج كوين وتريد تحويلها إلى البيتكوين، يمكنك، ما عليك فقط الضغط على كلمة اكسشانج هنا يا أخي. لاحظ سوف تذهب مباشرة وتقوم باكسشانج العملة التي تريد. نعم نعم يمكنك بيعها، لاحظ هنا، لاحظ يمكنك بيعها فقط. لاحظ نقوم مثال بالبايت كوين، نضغط هنا السيل يعني بيع، نعم أنت تريد بيعها، يمكنك الآن بيعها إلى عملة ماذا تريد، أي عملة، أي عملة تريد، نريد بيعها على عملة مثال عملة بيتكوين كاش. لاحظ نقوم هكذا ثم ننزل، نعم عملة بيتكوين كاش أو البيتكوين أو البيتكوين، نعم بيتكوين أو الإثريوم، إثريوم نعم، نضع عملة الإثريوم ثم ننزل إلى الأسفل ثم نضغط إكسشانج يا أخي. لاحظ سوف يتيح لي، نعم لقد قمت بيعها بالإثريوم، نعم رائع جدا. كما قلت يا أخي يمكنك بيع العملات الإلكترونية في نفس الموقع، يعني نعم. فإذا ربحت يعني هذه العملة من نقول ربحت، كنت تربح عملة الدوج كوين، دوج، وأردت بيعها بعملة البيتكوين، نعم يمكنك بيعها، أو أردت بيعها بعملة الإثريوم. لاحظ سوف ننزل، لاحظ أصبح لدي 61 إثريوم. سوف أريك طريقة أيضا كيفية العمل على مثل هذه المواقع الرائعة. لاحظ هنا أصبح لدي 0 فقط، لاحظ هنا لدي 37,357 ساتوشي من هذه العملة، أردت بيعها بالإثريوم، ما عليك فقط قلت الضغط على إكسشانج. وتحدد العملة التي تريد بيعها، أنا أردت بيع هذه العملة يا أخي، نعم تضغط سيل يعني بيع، وتحدد طريق عن بيعها بماذا، أريد بيعها بالإثريوم يا أخي كما قلنا، بالإثريوم نعم، أين هو الإثريوم، نعم ثم نضغط إكسشانج. لاحظ رائع، عمل جيد، لقد تمت عملية البيع. نذهب إلى لوحة القيادة الخاصة بي، لاحظ أصبحت 0، يعني بعتها بعملة الإثريوم، نعم لاحظ أصبح 124، نعم. موقع يا أخي رائع والله يا أخي، لقد انتهت مدة 5 دقائق، يمكنك الآن أيضا ربح البايت كوين نفس عليه مرة أخرى، وأيضا لقد انتهت 5 دقائق يا أخي. هذا الموقع يمكنك ربح، والله يا أخي يمكنك ربح قدر ما استطعت منه، استغل الفرصة يا أخي. هذا هو شرحي على هذا الموقع الرائع جدا يا أخي،
يمكنك ربح قدر ما استطعت منهم من العملات الإلكترونية. استغل الفرصة قدر ما استطعت يا أخي، اتيح الفرصة. هذا الموقع يتيح لك فرصة رائعة جدا، موقع برازيلي موثوق جدا. إن شاء الله يكون أعجبكم الشرح على هذا الموقع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.